بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد مثال شامل على تحديد أطراف اللي هو العملية المالية، أو خلينا ناخد المصطلح العلمي اللي يسمى تحليل العملية المالية وتحديد أطرافها المدينة والدائنة. يبقى تحليل العملية المالية وتحديد طرفيها المدين والدائن. ونتفق من تاريخ اليوم أنه أي عملية مالية لها فقط طرفين، طرف مدين وطرف دائن، طرف مدين وطرف دائن. تعالوا مع بعض نشوف مع بعض. لو بدأت شركة الرضا عمالها التجارية برأس مال، يبقى عندنا هو رأس المال، تمام؟ بدأت شركة الرضا عمالها التجارية برأس مال مقداره 50,000 دينار أودعتها في البنك. أودعتها وين؟ في البنك. يبقى عندنا رأس مال وعندنا بنك. الآن هنحدد مين المدين ومين الدائن. نيجي للقواعد. رأس المال مباشرة دائن، انتهى. إذا رأس المال دائن يبقى إذن الطرف الثاني مدين. طيب نيجي للفقرة اللي بعد. تم شراء سيارة. تم شراء إيه؟ سيارة. جيد. بقيمة 15,000 دينار سدت قيمتها نقدا من الصندوق. يبقى عندنا الصندوق. نيجي للسيارة. السيارة مدين ولا دائن حسب القاعدة؟ السيارة أصول والأصول مدينة. يبقى السيارة يبقى مدين. يبقى الصندوق حيكون إيه؟ دائن. طبعا الآن بدنا نركز في القاعدة الأساسية إنه السيارة مدينة. ليش مدينة؟ قاعدة. قاعدة يعني أنا وين بلاقي سيارة وين بلاقي أصل ثابت وحطه مدين. طيب ليش الصندوق أجا دائن؟ لأنه تابع. الصندوق تابع. عيدها مرة مرتين ثلاثة. إيش يعني تابع؟ يعني لو أنا عندي قلم أحمر وقلم أسود، إيدي اليمين أخذت القلم الأحمر، يبقى إيدي اليسار هتاخد إيش؟ هتاخد القلم الأسود بدون نقاش. وصل الفكرة؟ طيب تم شراء بضاعة؟ اتفقنا انه شراء البضاعة لإيه؟ مشتريات. شراء بضاعة مشتريات ونقدا لإيه؟ صندوق. طيب مين المدين ومين الدائن؟ القاعدة بتقول لك المشتريات مدين، يبقى الصندوق مباشرة حيكون إيه؟ دائن. نيجي للبعدها نفس القضية. تم شراء بضاعة؟ ايضا مشتريات. سددت بموجب شيك، شيك اللي هو بنك. طيب عشان برضو القواعد نثبتها ديروا بالكم، كلمة نقدا يعني الصندوق. ممكن في الامتحان يقول لك تم شراء بضاعة من الشركة العربية مبلغ 1,000 دينار سددت نقدا من الصندوق. ممكن يقول لك سددت نقدا وممكن يقول لك نقدا مباشر، خلاص أنا بعرف أنه من الصندوق. نفس القضية نيجي للبنك. ممكن يقول لك تم شراء بضاعة من الشركة المتحدة مبلغ 2,000 دينار سددت بموجب شيك، أو سددت من خلال البنك، أو سددت بشيك، أو بموجب شيك. طبعا المشتريات مدين، المباشر حيكون إيه؟ حيكون البنك دائن. نجي للفقرة اللي بعد. تم تسديد قيمة فاتورة هاتف. فاتورة هاتف ذكر المصاريف. أيون مصاريف هاتف ونقدا اللي هو صندوق. نقدا صندوق. مصاريف الهاتف مباشرة برضو من الحسابات المدينة، يبقى الصندوق حيكون ايه؟ دائن. نجي للمعادلة اللي بعد. تم بيع بضاعة. مبيعات نقدا صندوق. طيب المبيعات المبيعات حسب القاعدة دائن، يبقى الصندوق مدين مباشر. تم بيع بضاعة كذلك مبيعات. ننزل تحت. حصلت بموجب شيك، الشيك اللي هو البنك، تمام. يبقى هذه هتكون دائن وهيكون البنك مدين. هيك بنكون تعلمنا كيف نحل العملية اللي هو تحليل العمليات المالية وتحديد طرفي
العملية من مدين أو دائم. طبعا هذا المطلوب. جيد، هيك بكون انتهت محاضرتنا. السلام عليكم.